استاذ منتصر. بص يا كريم، بالتأكيد ان احنا كلنا زي جمهور نادي الزمالك زعلانين على النتيجة، نتيجة ما كانتش متوقعة. انما اكتر حد برضو زعلان الشباب مرتضى منصور. كلنا شفنا النهارده في المؤتمر الصحفي قد ايه هو زعلان وقد ايه هو مستاء من النتيجة، لانه الراجل ده هو اللي موفر لبن العصفور للجهاز الفني واللعيبة. فبالتالي اكتر حد يحس بالحزن والزعل والغضب على زعل جمهور نادي الزمالك هو قائد المنظومة، اللي هو بيتعب وبيجتهد وطول الوقت قاعد في خدمة جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية اللي بثقوا فيه. فبالتالي النهاردة جمهور نادي الزمالك غضبه أو حزنه، الجمهور الوافي اللي يعني بات لنا حزينة، الناس اللي بتكلمنا كلها ومستاءة وبتقول وصلوا صوتنا للعيبة وللجهاز الفني ان احنا قد ايه بنعاني وتعبنا. نعم. اكيد بالتاكيد ده صوتهم وصل النهارده من كلام المستشار مرتضى منصور، وكان اتكلم ودق يعني جرس انذار قبل كده بعد مباراه اسوان، ونقل صوت الجمهور. نعم. صوته صوره عبر قناه نادي الزمالك هنا، وقال كل المخاوف اللي يعني بيخشاها جمهور نادي الزمالك واللي بيخشاها مجلس اداره نادي الزمالك من عناد مستر فيريرا واصراره على اشراك اللاعبين في غير مراكزها، على انه بعض اللاعبين بتاخد المباريات بتراخي. احنا الحقيقه ان احنا عندنا مجموعه من اللاعبين متميزين للغايه بما فيهم الصفقات اللي جت. ناس كتير هتقول لي بعض الصفقات غير موفقه، في كلام كتير في الجزئيه دي. لازم نقول كلمه حق. النهارده الاسماء اللي جت نادي الزمالك كانت هي القماشه الافضل والاجود اللي متاحه في سوق الانتقالات اللي بيتصارع ويلهث عليها المنافس بتاعك. انت النهارده تعاقدت مع كل اللاعبين المتاحين المتميزين في سوق الانتقالات الصيفيه، والناس كلها كانت فرحانه وكلها بتقول مرتضى منصور عمل كده ازاي؟ ازاي يجيب عمرو السيسي، وازاي يجيب مصطفى شلبي، وازاي يجيب الزناري، وازاي يجيب دونجا وعمر جابر في كل الدنيا يا كريم وفي كل العالم. احيانا مثلا ابراهيموفيتش لما راح برشلونه ما كانش موفق، وما ادراك ما السلطان ابراهيموفيتش. هتروح بعيد ليه؟ محمد صلاح ديفيد بيا هتروح بعيد ليه؟ انت ما تديش امثله كبيره، ادي شوف محمد صلاح مع تشيلسي صحيح، وبعد ما مشي شوف محمد صلاح بقى ايه. صحيح. لكن في انت بتصبر على الصفقات ولاعيب بياخد فرصه ولاعيب مدرب ما بيديكش فرصه ولاعيب انت بتبقى الظروف والحاله الفنيه بتاعت حتى القوام الاساسي اللي فرحنا كلنا وحصد لقب الدوري سنتين ورا بعض. المستشار مرتضى منصور ومجلس يعني نجح هو الاستاذ امير مرتضى انهم يحافظوا على القوام الاساسي اللي هو حصد بطوله الدوري والكاس السنه اللي فاتت. زعلنا من مستر فيريرا 2015 توج بالدوري والكاس. مستر فيريرا في 6 شهور جاب الدوري والكاس، مدرب عالمي، مدرب مخضرم. زعلنا منه لانه هو في ظل معطيات اقل من كده لمجلس الاداره كان مغلول الايد، لانه جه على فتره ايقاف قيد، فبالتالي ما كانش فيه فرصه انه يعني يبرم صفقات. فبالتالي النهارده انت خدت الدوري بالقماشه دي وطلعت شباب واعد متميز ونجحت تحل يعني المعادله الصعبه جدا وتحقق البطولتين. فبالتالي النهارده لما يتوفر لك كل الامكانيات، مع ان كل حد في الشارع المصري والموضوع ما بقاش تاليف، يعني النهارده اي حد يقدر يختار تشكيل متميز لنادي الزمالك. انت بتبقى الامور ماشيه زي ما المستشار مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الدقيقه 60 بتحصل حاجه فبتشيل لعيبه وبتغير الطريقه فبيحصل دروب النهارده. للاسف حزننا وزعلنا ان احنا في بعض المباريات بنصيط ناس او لعيبه من العدم. يعني لعيب النهارده هارب وفاشل وبقاله 8 شهور ما بيلعبش عشان خان نادي الزمالك، ونادي الزمالك صاحب حق في هذه القضيه العادله ونجح انه يثبت حقه بالفيفا، والغرامه هتدفع. ومشكله نادي الزمالك مع كهربا الفلوس، مش انه كهربا يلعب او ما يلعبش، دي مش قصتنا. عايز اقول يا كريم انه النهارده نادي الزمالك احنا مش هنهدم المعبد، جمهور نادي الزمالك الوفي المحترم، مش القله اللي بتهاجم المستشار مرتضى منصور دلوقتي لاغراض شخصيه والاغراض مدفوعه الاجر. حتى لو فيه عتاب الاحبه من بعض الجمهور الوفي ما بيكونش المستشار مرتضى منصور، بيكون للجهاز الفني واللعيبه. وكلنا كل كلام الناس لينا
وجهوا رسالتنا، سمعوا صوتنا للعيبه وللجهاز الفني. بشار مرتضى منصور كاداره عمل اللي عليه وزياده ثالث ومثلث، وحقق اللي يفوق احلام الجمهور نفسه باشادتهم وبتوفير كل المناخ الصحي ليهم. فبالتالي النهارده كل الدعم للمستشار مرتضى منصور، كل الدعم لهذا الرجل اللي هو عمل من الفسيخ شربات، اللي هو دفع مديونيات على النادي، اللي هو بيشتغل على المنشآت في نفس التوقيت، اللي هو بيوفر حافلات وانتقالات للجماهير عشان تدعم وتؤازر. فهو كإدارة عمل دوره تالت ومتلت زي ما بيقولوا على أكمل وجه. عندنا غضب من بعض اللعيبة، عندنا غضب من مستر فيريرا. القرارات اللي النهاردة اللي طالعة من المستشار مرتضى منصور من وجهة نظري أنا الصحفية عيني العقل، النهاردة مدير فني قاعد ثلاث ماتشات لنهاية الدور الأول بأي ما يكون القرار الحالي عنه المستشار مرتضى منصور بعد ماتش فاركو، بالتالي بيلقى كل الدعم والتأييد. إنما احنا في النهاية أي حد مخلص بيحب نادي الزمالك لازم يساند نادي الزمالك، لازم نقول للاعبتنا احنا زعلان منكم بس مش هنموتكم. زعلان منكم على قد ما حبيتنا ليكم، على قد ما فرحتونا، والنهارده انتوا بتاخدوا حقكم تالت ومتلت وبتتقادوا ملايين الجنيهات. فبالتالي المطلوب منكم فقط انكم تعملوا شغلكم وانكم تسعدوا الجماهير. مش نهايه العالم، مش نهايه العالم. كنت السنه اللي فاتت متاخرين بفارق نقاط، نجحتوا تاخدوا بطوله الدوري في وقت كله ما حدش كان مستني منكم لا دوري ولا كاس بما فيه اداره النادي الاهلي. فبالتالي النهارده مطالب جمهور نادي الزمالك زي ما المستشار مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي انه ساندوا الفريق وساندوا الجهاز الفني الموجود في الثلاث ماتشات اللي جايين، وان شاء الله يبقى خير باذن الله.